عثمان الشهيد محمد احتجزوه 68 يوم، وهي طبعا فترة صعبة على الأهل حينما تشعر أو تتخيل ابنك في داخل ثلاجة، وهذا يعني حقيقة ظلم من الاحتلال. فكانت فترة صعبة حقيقة، مشاعر تتداخل، حزن مع فرح مع نشوة انتصار، بما أننا كنا في معركة قضائية مع الاحتلال منذ 68 يوم، واستطعنا أن ننتزع قرار بتسليم محمد بدون شروط، حيث أن كانت شروط الاحتلال مجحفة في بداية، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا. وطبعا يغلب أننا نحتسب لله عز وجل، وهو شهيد أولا وآخرا، وهو فخر الحمد لله رب العالمين. نسأل الله أن يكون لنا شفيعا في الآخر إن شاء الله.